شوطنا هنا الذي انطلق بعون من الله تعالى وتوفيقه. هو الشوط الثامن في مجموعة الأشواط والشوط الثامن الخاص هنا أيضا بالثنايا القعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقات المسائية. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول نشوان، من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان محمد بن راهد بن سعود المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري في تضميرة، ويأتي مباشر على المركز الثاني في هذه الانطلاقة الجميلة هنا مباشر بهذا الانطلاق من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومشوش المتواجد على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي. بينما رابع مراكزنا بهذا الانطلاق الجميل ياتي نجد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي المنطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يأتينا هنا أيضا مغادر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم نابت بن سلطان بن رشيد السويد هنا الكتبي عفوا في تضمير من ينطلق بهذا الأداء الجميل على المركز هنا الخامس. وسادس مراكزنا يأتينا مشوش بهذا الانطلاق، مشوش هنا من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الجميل. الوصول هنا أيضا من صغان لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم هنا بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة، عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري في تضميره بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. الوصول هنا على المركز الثامن بهذا الانطلاق الجميل والتحدي، الوصول هنا من قماري من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وتاسع المراكز المنطلق شاهين لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضميره المنطلق بهذا الأداء الجميل على تاسع المراكز. وفي المركز العاشر ما يهاب لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام للمراكز العشرة الأولى خلال مسيرة هذا الانطلاق مسيرة التحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول والصدارة هنا مباشر، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مباشر، من ينطلق هنا وعلى الهواء مباشرة هنا من أرضية هذا الميدان عبر دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث الجميل لجنة العاطفة قيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الوصول هنا الوصول من صغان بهذا الانطلاق لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، ومن الجانب الآخر نشوان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري في تضميرة، ويأتي مشوش على المركز الرابع. مشوش هنا المنطلق على المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي. وعلى المركز الخامس نجد ياتينا على المركز الخامس بهذه الانطلاقة والتحدي، نجد هنا أيضا بهذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي. وسادس المراكز مغادر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم نابت بن سلطان بن رشيد الكتبي في التضمير. وعلى المركز السابع نتابع المركز السابع في هذا الانطلاق الجميل، والوصول من قماري هنا
هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدي يروى على المركز الثامن. المركز الثامن هناك يأتي مشوش من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدي يروى على المركز التاسع. شاهين في المركز التاسع لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضميره وعلى المركز العاشر يصل هنا ما يهاب سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي في هذا الانطلاق على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط وهذا الانطلاق الجميل والتحدي والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة من قبل صغان. صغان منطلق على صدارة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول مباشر في المركز الثاني. مباشر من يأتي على المركز الثاني هنا من هجنة العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومن الجانب الآخر نشوان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر الصيد سالم بن حمد بن هيان العامري سفير المضمرين يتواجد بهذا الانطلاق المميز والجميل بهذه الإثارة ثلاثية متميزة بهذا الانطلاق المميز والجميل. نتابع مشاهدينا الكرام المركز الرابع، المركز الرابع والانطلاق هنا من نجد على المركز الرابع بهذا الأداء الجميل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي قائد العمليات في الفرقة 11 بهذا الانطلاق الجميل والإثارة هنا والتحدي. مغادر يأتينا على المركز الخامس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر نابت بن سلطان بن رشيد ومشوش على المركز السادس. مشوش هنا بهذا الانطلاق لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر السيد سال سعيد بن سالم لنيبي والوصول هنا من قماري. قماري القادم من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير والوصول هنا من شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم السهيل بن سالم بن السهيل العامري في تضميره من ينطلق بهذا التحدي والإثارة هنا بهذا الانطلاق الثامنا وفي المركز التاسع. المركز التاسع شاهين في المركز التاسع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي ومشوش في المركز العاشر القادم بكل قوة من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى مع زاوية الاتجاه واتجاهنا إلى المقصورة الرئيسية هنا بهذا المضمار بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء الجميل. هنا الصدارة هنا المقدمة هنا المركز الأول صغان صغان على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط صغان بهذا الانطلاق الجميل هنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجر المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا يبقى يضيف النقطة الثانية كما ضاف ظبيان هناك بالشوط الماضي النقطة هنا أيضا صغان ليطالب بنقطة أخرى بهذا الانطلاق ولكن أرى هنا مباشر على المركز الثاني من هجنة العاصفة
بقيادة حماد بن راشد بن حماد بن غدير ونشوان من الجانب الآخر، ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري في ثلاثية جميلة، وقماري قادم، قماري قادم أيضا على المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهناك يأتينا نجد بهذا الانطلاقة هو التحدي في هذه المسيرة، ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي، ومشوش مشوش أيضا قادم من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن الصدارة الصدارة مع صغان هنا المنطلق على صدارة هذا الشوط، والملاحقة من نشوان، صغان ونشوان في صراع لنيل الفوز وليل الناموس هنا مع الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة في هذه الانطلاقة. صغان ونشوان، صغان ونشوان، صغان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، وهنا نشوان، نشوان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري بهذا الانطلاق. الله، صغان ونشوان هل من قدوم من آخر، ولكن ثنائية 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 جميلة هنا بهذا الانطلاقة الجميلة بهذا التحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام، ها هو مشاهدينا الكرام النقطة الثانية في هذه الأمسية التراثية الجميلة، نبعثها لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز صغان بالمركز الأول كما اعتدنا منه دائما وأبدا، يقدم الجديد والجديد في إنجازاته. ها هو يضيف نقطة أخرى من إنجازاته لهذا الشعار، تهانينا والناموس، تهانينا لعبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. والنقطة الثانية في هذا الانطلاق، وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية في هذا الانطلاق، المركز الثاني مشاهدينا الكرام نشوان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث مشوش لهجن العاصفة، المركز الرابع وصل هناك نجد لسيد سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المركز الخامس وصل شاهين هنا أيضا بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. والتوقيت الزمني الذي سجل في الاتحاد دقيقة 22 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام صغان. تهانينا لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا للمضمر السيد عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري المركز الثاني. شاهدينا الكرام، كان من نصيب نشوان لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سيد سالم بن حمد بن هيان العامري في التعادلية 27 ثانية وفاعلوا تماما وكمالا، بينما المركز الثالث كان من نصيبه هنا أيضا صاحب المركز الثالث هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. هنا أيضا من وصل بهذه الانطلاقة الجميلة مشوش مثل التحدي دقيقة 33 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية، تهانينا لأيضا هجن العاصفة، تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير.